أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هناك بعض الشركات التي تعمل على نقل السيارات، إذا تعطلت فتأتي وتأخذ مقدما من المال على نقل السيارة إذا حصل عطل للسيارة، وتقول إن هذا اشتراك لا يتقيد بوقت معين وإنما هو مطلق، ويحق لصاحب الاشتراك أن يساعد غيره بالمبلغ الذي اشترك به حتى ينتهي ذلك المبلغ. والسؤال: ما حكم التعاقد مع هذه الشركات؟ التعاقد المقدم وهو لم يحصل عليه عقار ولا للسيارة متعاقدة لا يجوز، لأنه عقد على مجهول، قد لا يحصل عنده عقار، قد لا يحصل عنده عقار ولا يتعقل عنده شيء، يذهب ماله بدون فائدة. أما إذا تعطلت السيارة في مكان معين، يعني هذه أجرة، إذا تعطلت في مكان معين فله أن يتعاقد مع الشركة أو مع أخر في حملها بأجرة معينة، والمسافة تكون أيضا معينة غير مجهولة، يعني هذه أجرة اشترط لها شروط الأجرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: سواء دفع له الأجار مقدما أو دفعه له بعد ما يستلم سيارته في المكان الذي يريد، الأمر واسع في هذا.